شو صار؟ حكيت مع المدموزيل. ما أنا عم بسأل عن القصة، شو صار؟ ما بتعرف أي شيء. كيف يعني؟ متأكد كتير لميس خانو ما شافتنا. كشفت حالي على الفاضي، ما عرفت كيف لحقت حالي بآخر لحظة، بس متأكد مو هي. طيب مين؟ شافنا حدا من هذا البيت ومشان يحسسنا انه شافنا ترك الحلق بغرفة نومي، مين هو؟ ما بعرف. أكيد هي ماما، أكيد. وكيف عرفتي؟ أنا متأكدة إنه هي. وليش ما حكيت؟ وهي بدها سؤال، أكيد عم تستنى الوقت المناسب مشان تهددني. لازم ندير بالنا. مزبوط، المهم هلأ ما نضل قاعدين بالبيت لحالنا أبداً. وانتبه على كاتيا، بتكون ماما هي اللي بعدها مشان تحط الحلق هناك. أنا ما لازم ضل هون، عم فكر روح على شي مكان. لوين؟ في حدا جاي. عدنان حابب نطلع بهاليومين رحلة قصيرة باليخت، فقلت لحالي بلكي منروح مناخد الأولاد. بيصير، فكرة حلوة. أهلين بشير. بعد إذنكم بدي فوت على الورشة. ماشي تعال. عدنان بيك قال لي مشان نظفها. ما في مشكلة. وانت امتى مسافر؟ بهاليومين. من وين طلع النهاد؟ اجا من فوق ما سمعنا. شي هلا نضل طبيعيين قدام ماما، ما بدي اياها تحس علينا بشي. عم فكر اني روح على الشركة، احسن ما ضل قاعد بوش امك. لاحظ ما عم بتشيل عيون عنا. لا تخافي منه، هذا شيء طبيعي لأنه عيونه كبار.
Thank you.